السلام عليكم، مرحبا بكم حاكمة بالعاصمة. ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. كما راكم تشوفوا المقادير اللي وجدناهم، يعني راكم عارفين هذا واشن هو بوزلوف. انا راني حندير الرجلين تاعو بوزلوف، يعني نقولكم واحد طبق بنين بالبزاف. وجدت 3 حبات بطاطا، يعني ديما قطعتو بهذا الشكل اللي راكم تشوفوا فيه. وحنا البطاطا عليها راح نديروها مع يعني بوزلوف باش تسكي لنا الطبق تاعنا. وانا هنا شوفوا بوزلوف تاعي، علاش راكم تشوفوا هكا؟ كان في الكونجيلاتور صدقوني 5 ايام اللي درتو. بعد يعني ما جبتو نقيتو، كما تعرفوا يعني التنظيف تاع بوزلوف كيفاش نقوه ونديرو في الكونجيلاتور. بعد ما نكونو راحين نحضرو نجبدو، يعني باش يجينا في الطياب تاعنا ما ياخذلناش وقت كبير. وبالنسبه لبوزلوفنا انا حنديرلو الكوكوطا، يعني لازم نديرولو لا كوكوط مينيت. انا وجدت الماء تاعي. وبالنسبه للحميصه، انا عندي الحميصه يعني شامخه، يعني ماشي مغليه ما راكم تشوفوا. وعندنا حبه بصل خضر، انا في موسم يعني البصل، يعني هذا ندير بيه. وعندي 3 حبيبات تاع فلفل الكحل، راني حنديرهم مع الماء. وندير مغرفه تاع الخل، يعني اللي عندكم الاحمر القارص. وبالنسبه للدرسان راني حوجدت راس ثوم وحبه حاره، انا ديما نستعمل هذا النوع يعني حارة بزاف هذه النوعية. والتوابل يعني عندنا الكمون والعكري وفلفل الكحل والطوماطيش تاعنا، حلينا 2 مغارف، درنا لهم شوية سكر شوية ماء. يعني هادو هما المقادير راح ندخلو في هذه الوصفة. شوفوا يعني الماء تاعي راهو غلا، بسم الله، يعني الماء راهو غلا. نديرو هذاك بوزلوف، يعني ما نخلو هكذا كيما راكم تشوفوا. ونديرو هذاك البصل مع هذاك فلفل الكحل، بسم الله. والان الملح راني درت، وناخدو شويه من غير فتاع خل، يعني ما نكثروش، حاجه غير خفيفه. علاش الخل؟ يعني يزيد ينظف لنا يعني بوزلوف تاعنا. ونغلقو عليه. انا قبل ما نغلق عليه نعاود يعني نحلو شويه، يعني باش نرمي الحميصه. يعني الحميصه ما نرميهاش، غير نرميه هو، نخاف طيب لي ويعني تروح لي كامل. نخليه شويه ونعاود نرمي الحميصه تاعي. كما راكم تشوفوا انا هنا يعني ربيت هذاك الثوم تاعي، واني حنديرو هذوك 3 مغارف بسم الله تاع الزيت. ما كثروش على خاطرش يعني بوزلوف فيه الكرا بزاف. ونحطو انا الملح ما نديرش على خاطرش راني درت فيه كي الماء يغلي، رميت له مغرفه تاع الملح. ويعني ما نديروش على خاطرش دوك نوريكم الطريقه اللي يعني حنحضر معكم هذه بوزلوف بطاطا، يعني وتجي بنينه وتشوفوا يعني طريقتي حتى في الاخير ان شاء الله. شوفوا يعني حنا رانا التوم تاعنا يعني تجمرناه، دوك ناخذو هذوك التوابل وهذاك الحار بسم الله، ونزيدو يعني نحركو مليح، نحركو مليح عليهم. ونزيد ندير مغرفه تاع الطوماطيش، برك ما نديرش زيت، ندير مغرفه ونحتاجها في الاخير. ونخلو يعني هاد لاصوص تاعنا يعني تتجمر غير على نار هاديه. شوفو هنا خلاص يعني لاصوص تاعي يعني حنحيها. وعلاش نحيها؟ يعني مانيش حندير البطاطا حتى يعني بوزلوف تاعي يدخلو الطياب، يعني باش نكملو. انا هنا دوك نحيها كاع على النار، ونخلو يعني بوزلوف تاعنا يكمل الطياب ونعاودو نولو ان شاء الله. شوفوا حنا بوزلوف تاعنا يعني ما ينسبش نخلوه يطيب كامل. علاش؟ قلت لكم عاود حليتلو باش نرمو الحميصه ونخلوه يكمل مع الحميصه ان شاء الله. حنا رانا نحينا يعني فوق النار، حنا بوزلوف تاعنا طاب. شوفوا يعني طاب سبده. انا راني رايحه نحيلو هاد العظام ونقطعو قطع صغار كيما راكو تشوفوا، ونعاودو نولو ان شاء الله. شوفو يعني أنايا هاديك شرمولة تاعي كيما نقولو لاصوص، أنا ما شدت لي، يعني نأكد لكم بالك وتشد لكم، يعني ولا شدت يعني بوزلوف تاعكم ما يجيكمش بنين. وأنا هنا هاد البطاطا كيما راكم تشوفو بسم الله نكملو نديروها. وأنا رايحين، علاش راني خليت هاد المرقة كيما نقولو رايحين نمرقو بيه؟ أنا هنا ندي لاكوكوط تاعي بسم الله، يعني نحي هاد لاماغميت. شوفوا يعني ندخل السي ندخل مليح يعني هذيك البطاطا، نشرملها نزيد بهذيك لاصوص
وباش نبدا ندير يعني في المرقه اللي بقات لي في لا كوكوت. راكم تشوفوا يعني البطاطا تاعنا رانا دخلنا لها كاع هذيك لاصوص. انا ناخذ بسم الله يعني غضاف كما راكم تشوفوا بهذيك المرقه تاع اللي خليناها بها اللي راني رايحه يعني نمرق هذه البطاطا. وانا شوفوا الحميصه كما راكم تشوفوا ما بالحميصه يعني طابت لي. انا حين نزيدو نديروها ونكملوا كاع يعني هذه المرقه. نشوفو الطوماطيش اللي خليناها رانا حين نكملو نديروها ونخلو هاد الطبق تاع البطاطا يعني ما ياخدش وقت كبير. وحنا بوزلوف تاعنا راهو طاب بعد ما يطيب لي يعني طيب البطاطا تكمل نكمل نرمي بوزلوف تاعي. شوفوا حنا بوزلوف تاعنا يعني نقيناه خلاص. وحبيت نفكركم يعني كي كنت نقي فيه تفكرنا هادو لي زونزلي تاع زمان كنا نحبوهم كي كنا صغار كنا نلعبو بهم. علاش يعني ما نديروهمش؟ انايا تفكرت يعني كيما نقولو لا جوناس تاعنا كنا نموتو على هاد لي زونزلي كيفي بوزلوف نحبو. نقولو لامي تاع ربي يرحمها خليهم لي باش نلعب بهم لي زونزلي. انا شوفوا يعني حبيت نعطيكم يعني واحد لي سوفونير دونفونس. وبالنسبه للبطاطا تاعي كيما راكم تشوفوا راهي طيب. انا هنا البوزلوف تاعي يعني واجد غير يتشرب شويه نرمي البوزلوف ونوريكم الطبق تاع بوزلوف بالبطاطا حاضر معاكم في طبق التقديم. ها الطبق حاضر معكم يعني رجلي بوزلوف بالبطاطا سكينه يعني شوفوا المرقه تاعو كيفاش جاتنا ماشي ما هي. وانا هنا وجدت الخل. حنا بوزلوف ديما يعني نديروا له الخل تاع السيترون ولا يعني الخل الاحمر. حنا لازم يعني باش نقتلوا له شويه لي دام تاعو. صدقوني يعني هذه الوصفه انا عطيتها لكم تاع زمان كاننا يعني في دارنا نحضروها يعني طبق بزاف بنين وبطريقه يعني تاع زمان. وان شاء الله طريقتي عجبتكم كيف حضرت هذا بوزلوف يعني تاع نهار اليوم. وان شاء الله تقدروا ما تحضروه رانا على ابواب شهر رمضان يعني نديروا غير لقمه غير صغيره كي نتشهاوه. وان شاء الله طريقتي اختكم عجبتكم. وما دعموني بالمشاركه يعني باش نقدر نواصل معاكم الاطباق العاصميه. وما بقى لي غير نقول لكم في امان الله وتهلاو في صحتكم.